مرحبا، أنا سماح بطحيش أبو عواد، أصلي من مسعدي، وأنا حاليا متجوزة وساكنة في بقعاثة. أهلي هني خلقوا في سوريا، بس طبعا ب67 من إسرائيل احتلت هضبة الجولان، فنحن بقينا هنا. أنا مصممة مجوهرات، تعلمت ودرست في كلية شنكار. بدايتي كانت في تلحاي، تعلمت هناك مدريف مسمح بخير لأومنوت، فرحت لهذا المجال لأنه حسيت أنه عن جد بيعبر عن شخصيتي، بيعبر عني أنا كسماح. بالنسبة لمنطقتنا نحن اللي أنا جاي منها، منطقة هضبة الجولان، كامرأة درزية عطول في عنا أشياء اللي هي لازم نحن نحافظ عليها، إن كان بعادات والتقاليد، إن كان بحياتنا، دائما في تطلعات أو للمرأة بطريقة اللي هي أقل شوي من الرجل، وهذا المفهوم هو خاطئ. إذا بدك تحكي شيء عن المرأة أو بخص جسم المرأة أو إشي تقدر تعبر عنه المرأة، دايما ممنوع، دايما عيب، دايما هيك. مش غلط تعبر عن رأي، مش غلط تعبر عن إشي من جسمها، مش غلط تحكي عن هي شو بتحس أو شو بتشعر. يكون شيء إشي بجسمي مضايقني أو أنا حابة أعبر عنه ما أقدرش أحكي عنه. ليش؟ لأنه مجتمعنا بيرفض أنه أنا أعبر عنه. ناعمة كالبازلت هو مشروع من خلاله حبيت فرجي صورة المرأة الحقيقية اللي بالنسبة لي هيك لازم تكون. اخترت هذا الاسم ناعمة كالبازلت لأنه أول شيء البازلت هو موجود كثير بمنطقتنا بالجولان. طبعا حجر البازلت بيتميز بصلابته وبالقساوي تبعته، والمرأة بالنسبة لي هي ناعمة كالقطن، يعني كثير رقيقة من جوا، بس بسبب الظروف اللي هي بتعيشها أو المعاناة اللي بتخليها تضطر أن تكون قسية كالبازلت، هي اللي بتقسى عليها. فاخترت أني حبيت أني أدمج الكلمتين سوا، ناعمة كالبازلت. يعني بحب لمن أني أشتغل قطعة مميزة اللي بتخص المرأة، بحب أشتغلها من وراء قصة، من وراء شيء أني عايشته، من شيء من المنطقة اللي أني جي منها. إحنا كمنطقة سورية وإسرائيل احتلت هضبة الجولان ب67، فلمن رفضوا ياخذوا الهوية الإسرائيلية صار في إضراب، والإضراب هذا ديم حوالي 6 أشهر، كان يعني تقريبا من أطول الإضرابات اللي صارت بالعالم. فبطل في تطلع على برا تشتغل، بطل إنه يفوت لهون مصدر غذاء، بطل إنه انشلت كل الحركة تبعت السكان. فكامرأة أنت بالنسبة لبيتك إنه شو أكثر شغلة بدك تعمليها؟ إنه هو الخبز لتقدر توفري المعيشة أو اللقمة لحتى تقدر بيتك يظلوا قايم. فمن هون إجا القطعة الأولانية اللي هو قطعة للصدر، صدر المرأة. أخذت الإلهام تبعته من الصاج، إنه لما نحن نعمل الخبز العربي تبعنا على الصاج، فالصاج شكله شكل مثل شكل صدر المرأة يعني، أو تقريباً بيشبهه. لما يخلق الطفل وأول شيء بيحتاجه هو شو بيحتاجه؟ الحليب. فحبيت إني أدمج بين الصاج، يعني غذاء اللي هو كامرأة لازم تحافظ على الأسرة تبعها، كغذاء للطفل اللي هو كمان أساسي. بأحد القطع الموجودة بالمشروع تبعتي حبيت أخذ الجدار الشريط الفاصل بين سوريا وإسرائيل كقطعة ودخلها بالمشروع تبعتي. فلما أنت تطلع على جدار الفصل بيناتنا من فوق بتلاقيه بشكل مائل مثل العمود الفقري عند الإنسان. نفس الشيء هذا جدار الفصل هو يعمل بيناتنا الشيء اللي هو نحن لا قادرين نكون هون ولا قادرين نكون هون، مثل عمل حيجز يعني بيناتنا. عشان هيك إنه أنا حبيت إني دخله، فأخذت القطع من الطبيعة اللي هي بتحكي عن الشوك، اللي هي بتغز، اللي هي بتجرح، وعملت قطعة اللي هي بتكون على ظهر المرأة، لانه هذا الجدار هو لا قادرين احنا نقلته ولا قادرين انه هن اللي قبلنا يجوا لعنا، فبيظل مثل كانه شوكي بالظهر. بالمشروع نفسه من خلال شغلي على القطعه اللي انا عم بشتغلها حسيت انه كثير من جواتي فرح. ليش؟ لانه قدرت اعبر عن اشياء جواتي اللي كنت من زمان خاف اني اعبر عنها، او اني اقلق انه شو بده يكون، شو بدهم يحكوا الناس، او شو بدهم يقولوا، او انه ما اقدرش اني احكيها. حسيت انه لما عملتهم حسيت انه عن جد طلعت شيء جويتي، طلعت الخوف، القوه اللي جويتي. فبكل قطعه كنت بفكر دغري شو بدي اعمل القطعه الثانيه، كنت دغري الافكار
تجي مع بعضها مترابطة. بالأخير الهدف من المشروع تبعتي إنه هو يقدم صورة أفضل للمرأة، إنه للمجتمعات العربية المحافظة اللي نحن جينا منها، إنه يصير في تغيير أو اهتمام للمرأة ويعطوها أكثر قيمة وأهمية. ليش؟ لأن هي عن جد عنصر مهم بتكوين المجتمع تبعنا، إن كانت كأم أو كانت كربة منزل أو شيء ثاني، لأن هي بتقدر تعطي من عندها. فبالآخر أنا بحب أقول كلمة واحدة بس، اللي هي لكل امرأة: أحبني كما أنا وأقبلني كما أنا فأنا هي أنا.